السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير جايين ونجيب أجمل 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 تحلية ممكن تاكلوها في شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة يا جماعة معانا أصابع زينة. أصابع زينة دي يا جماعة بصراحة من الحلويات، لما كلتها يعني أعجبت بيها كتير جدا جدا جدا، ولذلك لما حبيت اعمل حلويات بالذات في شهر رمضان الكريم، قلت لازم اعملها عليكم ان شاء الله للناس اللي مش بتعرفها او اللي هي يعني ايه بتخاف تعملها وكده. فيا جماعة الخير النهاردة انا جاي لكم بالطريقة ديتي، هي بصراحة طريقة جميلة جدا، انا جربتها وفعلا يعني قرمشت لا قمت، طراوة تلاقم، طعم جميل تلاقم، كل حاجة جميلة في قلب الحاجة دي يا جماعة والله. فإن شاء الله نبدأ كده بالمقادير معانا، وأنا عايز أبدأ قبل ما أقول المقادير يا جماعة. إن شاء الله أنا هسيب في صندوق الوصف ماشي المكونات الرئيسية، أو مش المكونات الرئيسية، الكميات الرئيسية، لان طبعا زي ما انتوا عارفين احنا عاملين دايت ومش عايزين نعمل كميات كبيره، يا دوبك على قد الاسره بتاعتنا، ومش عايزين نكتر يا جماعه علشان خاطر ايه السكريات وموضوع الدايت وكده. فانا بقول برضو علشان خاطر الناس اللي ما عندهاش موازين ولا حاجه، فانا هقول بالمقدار علشان خاطر ايه الناس تبقى الموضوع سهل بالنسبه لها. فانا هقول اول حاجه يا جماعه الخير مقدارين من مقدارين ونص، 2.5 يعني، من السيمولينا ماشي، اللي هو الدقيق بتاع البسبوسة اللي هو السميد، تمام. عايزين 2.5، وعايزين قده 2.5 من الدقيق الابيض بتاع اللي هو جميع الاغراض، تمام. وعايزين كمان يا جماعة مقدار من، طبعا ده شايفين ده فيه كل حاجة عشان تبقوا عارفين الكمية اللي انا عامل بيها قد ايه، واقول لكم برضو انا معاير بايه بس بعد ما اخلص ان شاء الله. عايزين مقدار من الماء ومقدار من اللبن يا جماعة، المقدار اللي انتوا هتعايروا بيه كله هيتعاير بيه نفس الحاجات، تمام. وعايزين نص مقدار من الزيت، 1 ملعقة طعام، طبعا ملعقة الطعام دي يا جماعة برضو انا هقول لكم على الكمية هي، لو 1 معلقة على 2.5 كوباية، يعني لو انتوا هتحطوا بقى تعايروها بينكم وبين نفسكم كده، 2.5 كوباية هيخدم 1 ملعقة من البيكنج بودر يا جماعة ماشي، وهياخد 0.5 ملعقة ملح، وهياخد 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد ماشي، او فانيليا حسب الحاجة زي ما انتوا عايزين، زائد 1/4 كوب زبدة سائلة، انا استعوضتها بالسمنة البلدي لاني ما عنديش زبدة، تمام. وحطيت مطرح الزيت اللي هو العادي، انا حطيت زيت زيتون، تمام، عشان يبقى ايه الموضوع فيه فايدة. طبعا البيكنج باودر هي الكمية دي، ودي ذرة الملح اللي انا حطيتها بس في الايه في المعيار. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كل اللي احنا هنعمله، ان احنا هناخد البولة بتاعتنا اهي ماشي، هنحط البيكنج بودر كده عليه، ننزله كويس عشان طبعا ايه يتاخد كله، نحط البيكنج ده كده سميد، وننخل عليه ايه الدقيق بتاعنا. طبعا الملح بتاعنا مش هينفع ندخله، احنا هنحطه ببعضه كده على طول، تمام. وننخل بقى ايه بإذن الله، بسم الله، الدقيق بتاعنا عشان ايه نعمل نخليه يخش فيه هواء. طبعا هو الدقيق نضيف، بس احنا مش موضوع نظافة، احنا عشان ايه نخليه ياخد هواء يعني معانا، تمام. وهننزل بجميع السوائل يا جماعة الخير على بعضه على بعضه على بعضه كده اهو، طبعا ده المية والزبدة والزيت واللبن، تمام. وناخد بقى بسم الله كده ايه نقلب، نقلب يا جماعة بالراحة كده
لغاية لما تاخد الشكل بتاعها كويس. طبعا ايه السوائل دي يا جماعة المفروض ان هي تعمل معانا عجينة ايه يعني بين الناشفة والطرية، يعني عجينة كويسة. تمام، هي لو طرية السميد هيشرب كل السوائل. ما هو طبعا ايوه، هو السميد طبعا عامل زي السفنجة، يعني ممكن يغركوا في الاول، اوعوا تحطوا اي مقدار تاني. طبعا احنا بعد ما هنقلبها كويس يا جماعة الخير هنسيبها نص ساعة ترتاح علشان خاطر السميد بتاعنا ياخد الشكل، ياخد الطعم بتاعه ويتجانس كله مع بعضه والدنيا تبقى معانا ايه جميلة. تمام، ما شاء الله ريحة زيت الزيتون بقى مهفف علينا خالص. لا والسمنة، والسمنة البلدي طبعا ما شاء الله. ايه انتوا شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ هي دي بتبقى شكلها كده يا جماعة الخير. طبعا ولما هتختمر بعد النص ساعة هتلاقوا ايه الملمس بتاعها برضه يتغير. كده بقى ايه احنا نكورها كده ونسيبها ان شاء الله بعد نغطيها ونسيبها نغطيها تفتح بعد نص نص ساعة بإذن رب العالمين، نشوف هنعمل ان شاء الله ايه. يلا انتظروني بإذن الله. ورجعنا لكم تاني يا جماعة الخير بعد ما العجينة بتاعتنا اللي هي أصابع زينة ارتاحت شوية، حوالي من يعني المفروض من تلت لنص ساعة، يبقى لها الوقت نص ساعة. تمام، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بقى ايه نشكلها ونشوف هنشكلها ازاي. فيلا بينا نشوف هنشكل ازاي. طبعا احنا هناخد صينية كده. تمام، واحنا عايزين يا جماعة الخير هنكور يعني ايه كور ما تزيدش عن ايه 20 جرام، عشان خاطر تبقى ايه على قد القايمة يعني حلوة كده. تمام، فهنوريكم بقى بإذن الله كده ايه 2 3، وبعد كده ايه اكمل انا مع نفسي. شايفين تبقى عاملة ازاي؟ ما تزيدش عن قد كده يا جماعة، بين صوابع زي ما انتوا شايفينها. تمام كده، ناخد قطعة كده بين صوابعنا كده اهو، ماشي، وايه ونلفها بسم الله كده زي ما انتوا شايفين بين ايدينا. خلاص اتكورت اهي. تمام، نحط كده كل واحدة على ايه على إيه، نزوق بقى ايه الصينية بتاعتنا اللي هو البتاع الامريكاني ده اللي بنسى اسمه كل شوية، ولا معايا اسمه ايه ده يا ولاد. المهم كده تمام بكل سهولة، يعني ايه يعني مش شرط ان احنا يبقى هي إيه كلها قد الحجم واحد، بس نحاول ايه يعني ما تكبرش قوي عن اختها علشان كله فعل في النار ياخد كل سوي واحد. طبعا يا جماعة والله يعني انا بالنسبة لي عملت اصابع زينة دي كذا مرة وعملتها بكذا طريقة، بصراحة ما طلعتش معايا النتيجة رائعة وجميلة جدا وعجبتني وعجبت كل اللي كلها، غير بالطريقة اللي هي بتاعت دهيني والله، وهو راجل سوري الله يصلح حالنا حاله، يعني راجل بصراحة أمين جدا، وكل حاجة أنا جربتها من عمايله في منتهى الجمال وما شاء الله ما بيخبيش أي حاجة، بالعكس. وانا احب كل ست وكل راجل يعني يقول بيتكلم بامانه، يعني معلش انا والله يعني حذفت فيديوهات كتيره مني بسبب لما انا مثلا حبيت ان انا اعمل حاجه وقلت لا مش هتعجب الناس ديتي، فروح حذفها على طول ما سبتهاش بعد ما رفعتها والله، لان لقيت النتيجه مش المرجو. ف معلش، وبعدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي الذي ياخدها فيه من غشنا فليس مني. معاك اهو. طيب على كل حال هي ما عادش الا حته صغيره، عشان ايه نبدا مع بعض على طول ايه نخلص. طب انا نقفل معاكم كده يا جماعه الخير، انت شفت اهوني زي انا بعمل بين ايديا كده اهوتي بكل سهوله اهي. هوريلكوا واحده كمان برضه، عشان انا اسف انا ما وريتلكوش وانا بعمل حته العجينه، هي بقطعها على قد ايدي اهو، ومش بدهن ايدي والله زيت ولا حاجه، لان طبعا احنا حاطين عليها سمنه وحاطين عليها زيت اهي بكل بساطة يا جماعة الخير. استنونا بقى ما اخلص وايه ونجيلكوا على طول ان شاء الله عشان ما نطولش الفيديو.
ونبدأ يا جماعة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشكل على دي مبشرة يا جماعة اللي انتوا عارفينها بتاعت اللي هي اللي ماشي بتاعت ايه؟ مبشرة البصل. مبشرة البصل اللي هي النعمة. وهنعمل كده اهو بكل بساطة وبيبقى كده يا جماعة الشكل بتاعها. جميلة اوي. بس كبرها شوية عشان زقطوطة كده. ماشي. نكبر كده. وايه ونسحب بالجنب كده يا جماعة الخير بالراحة. تمام. وتبقى بالشكل ده. نخلص بقى الكمية اللي جنبي. اهي بكل بساطة. ونخلص بقى يا جماعة الكمية كده ونرجع لكم ان شاء الله. ايه نشوف احنا هنعمل ايه ونحمرهم في النار بإذن الله. وكده يا جماعة احنا عملنا شكلنا شوية اهوتي. وطبعا انت شايفين اللي هي الكبيرة ديت اللي هي معمولة على القرطاس. طبعا دواني بقى حضراتكم دياني فكرة قناة فكرة يا جماعة. ماشي عشان محدش يقول لي ايه ده احنا كنا بنعملها قبلك. فالمهم يعني احنا اهم حاجة الناس تاكل وتتبسط يعني قبلك. فالدنيا حلوة زي يعني زي الفل مفيش اي مشكلة. وانا عمري في حياتي ما ايه ازعل من اي حاجة يعني. الدنيا زي الفل وكل الناس بنحبهم وكل الناس بيحبونا الحمد لله. ودي اهم حاجة يا جماعة. طبعا كده القرطاس فوق خرج اهوتي. انا كنت عايز بس القرطاس ده عشان خاطر ان هو يشكل لي ايه يشكل لي القرطاس يبقى شكله ايه مظبوط. بس طلعه يبرد. ايوه طلعه بقى عشان ده ان شاء الله يا جماعة. انا ان شاء الله زي ما قلت لكم هحشيها دي كريمة. حط النار لان النار عالية كده. يا كريمتك يا ابو حمزة. بحط على طول بتاعنا هنا عشان طبعا ام حمزه بتساعدني في الموضوع يعني عشان خاطر ايه عايزين نلم الموضوع بسرعه لان هي خمرت وما عادش مستحمله ان احنا نتاخر على اكتر من كده. سبحان الله مع ان مش فيها خميره يعني. هي بس هي برضه يعني كل حاجه لها روح. ايوه مش معقوله يعني. وده القرطاس التاني. الحاجات دي يا جماعه ما تحبش النار العاليه علشان تستوى وفي نفس الوقت تبقى ايه تبقى جميله وبتقرمش. ودي اهم حاجه طبعا حاجه احنا عايزينها تكون متقرمش. وكل عام وانتم طيبين. ماشي. ويقعد عليكم الايام بخير يا رب وعلينا وعلى المسلمين جميعا. اروح انا بقى ايه؟ ماشي. ارد على الناس. روحي شوفي شغلك. عامله ايه؟ روحي شوفي شغلك. فين؟ شايفين يا جماعه هي بتتعمل يعني ما شاء الله بكل سهوله. وزي ما انتوا شايفين القرطاس ساعة لما هي بتستوى اللي هي في القرطاس بتلاقيها تطلع لوحدها. كل اللي انتوا بتعملوه بقى بتطلعها منها كده عشان ايه تكمل سوا هي براحتها بقى ايه مع نفسها. طبعا هي سخنة مولعة خلي بالكم. طب انا هجيب ايه هجيب حاجة كده اشدها بيها. اصل هي عايزة تلطعني شكلها كده يعني. كده يا جماعة الخير بقى ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو استنوني بس ايه اما تاخد لون كده ونرجع مع بعض بإذن الله.
ايه يا جماعة الخير؟ طبعا زي ما قلت لحضراتكم كل اللي احنا هنعمله عليها يا جماعة هنحط كرهوني بس يا جماعة الخير، سرسوب بس كده مش هنكتر، علشان خاطر هو هيبقى محلي كفاية. وفي نفس الوقت يا جماعة ما يبقاش فيه يا جماعة ايه سعرات حرارية عالية عشان تحفة خاطر ما شاء عيالنا يا الله، جماعة. تسلم ايدك بجد شايفين وشايفين اللون ايه رأيكم فيه؟ تحفة. طيب الحمد لله. انا دوق برضه واحدة عشان ايه، انا حاطط لها حاططها برضه والله في العسل خالص، وريها لهم حتى هي دي كلها لسه عسل. طالعة من شايفين الشرب، اللون عامل حاسس ازاي؟ بتسقط بره. شايفين اللون عامل ازاي يا جماعة؟ اهو. ايوه ما ينفعش اكتر، لازم تتحمر عنها لازم تطلعوها يا جماعة فاتحة من من على النار، لو سبتوها المقلاية لما تحمر والله انا بشوف يبقى ناس لونها كتير، مش حلو. بشوف ناس كتير يفضلوا سايبينها لما ياخد اللون بتاعه. طب انت بالله عليك هتطلعها ايه؟ تلاقي بقى فجأة بقى هم بيقدموها، معلش يعني محروقة، بس طبعا معلش بقى. كل شيخ وله طريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكون الصورة واضحة مقرمشة. شايفين روعة بتسرد ازاي؟ شايفين شايفين يا جماعة؟ والله هات الحتة دي، هات الحتة دي، خدي كلها يا ام حمزة. لا يلا بسم الله ان شاء الله ما حد حوش. انا هدوق بقى كده من اللي انا ايه، من اللي انا بليلها بس كده بالعسل. انا عايزة قرطاس. القرطاس لسه هنحشيه. لا مش عايزة محشي. طيب انا خلاص. ايوه هات لي ده. لا بسم الله نجرب كده. بسم الله كده يا جماعه مستواهم جوه اهي ماشي. احنا ايه ده اللي من غير عسل روعه، هتلاقي طعم الحدوقيه فيها لان انا طبعا محطوط فيها بذره ملح وطعمها هيبقى جميل جدا. هات كده وريهم، نجربهم كده. انت فين اهو عامل ازاي القطاس دي؟ جميلة قوي بجد من غير عسل خالص، بجد طعمة تحس انت بتاكل بسكوت، بسكوت جميل قوي. شايفين تحفة يا جماعة اقسم بالله. شايفين الجمادية؟ هات بقى. وطبعا طعمة حاطين فيها سمنة بلدي وحاطين فيها زيت الزيتون بدل الزيت العادي، فعاملها شوية شغل حلوين جدا. وطبعا تحفة. طب والله العظيم حلوة عن اللي بالعسل. هي على كل حال يا جماعة الخير ما انت عارف اصلا ان انا بحبش العسل. معلش بس في ناس طبعا هو بيعمل حلويات فعايز يحس بطعم العسل. انا مني مؤمن واحد كنت دايما بحبها ان هي تبقى بالعسل. غير انا عسل. والله بتحب بالعسل. فطبعا احنا ايه، استنوا بقى يا جماعة عشان احنا كده لسه مش هننهي الفيديو علشان ايه نعمل نحشي اللي هم الثلاثة دول اللي لسه بالايه بالكريمة كدابة. ويلا انت برضه حابه تحط التاتش بتاعها، فعملت لنا دول ايه بالجوز كده والفورمريسيلا الشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده. وانا هاخد بقى ايه باذن الله، طبعا انا حطيت الكريمه عندي هنا في القرطاس اللي احنا عاملينه، ونبدا ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده نعبي الايه القرطاس بتاعنا تمام، وننزله في قلب المكسرات الجميله بتاعتنا. نعبي كده بسم الله. كده زي ما انتم شايفين نحط في المكسرات بتاعتنا الجميله. الناحية التالت كمان اهو دي. وكده يا جماعة الخير يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وعملنا احلى تحلية لولادنا وحبايبنا تمام. شايفين بقى المكسرات والشكل الرائع تمام. طبعا كده تحلية على الماشي، هي ما خدتش معانا يعني الحاجات انت حضراتكم مجهزينها في خلال ما شاء الله، يعني في خلال
مثلا يعني هي تاخد العجينة بتاعتها نص ساعة بعد ما تتعجن، وبعدين يعني كل ساعة واحدة بالظبط يا جماعة تكونوا مخلصين وتقدموا لضيوفكم وحبايبكم وأهل بيتكم أجمل حلويات رمضانية. وكل عام وانتم بخير. ولو عجبكم يا جماعة الفيديو بتاعنا ما تنسوش من دعائكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. Thank you.